لسنوات عانت الرياضة الفلسطينية على رأسها كرة القدم من ممارسات الاحتلال وآثاره، فكغيرهم من أبناء شعبهم يواجه اللاعبون في الأراضي المحتلة تحديات جمة في التنقل وتوفر المنشآت والمعدات اللازمة، منهم الشهداء ومنهم الأسرى. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حاول أكثر من مرة عبر الفيفا وضع حد لانتهاكات الاحتلال الرياضية، ومن أبرزها لعبوا أندية المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية، إلا أن المناشدات ترد مخذولة في كل مرة. نبدأ هذه الحلقة بالحديث عن الجهود الدولية والمحلية التي يبذلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأبرز التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية مع السيدة سوزان شلبي نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك مريم. هي ليست المرة الأولى التي يطالب بها الاتحاد بحقوق المنتخب الفلسطيني وبفرض عقوبات على إسرائيل. أولا أعطينا نبذة عن الجهود التي يقوم بها الاتحاد بهذا الشأن. يعني كما قلت المسألة ليست حديثة، المسألة قائمة منذ بداية النهضة التي شهدتها كرة القدم الفلسطينية منذ عام 2008 بانتخاب اللواء جبريل أرجوب رئيسا للاتحاد الفلسطيني. يعني منذ تلك الفترة بل يعني بدأنا ندرك أن هناك جملة من الانتهاكات التي تعرض لها اللاعبون الفلسطينيين، وليس فقط لاعبو المنتخب ولكن الرياضة الفلسطينية بشكل عام. الذي أود أن أوضحه هنا أن هذا الانتهاك ليس مخصصا فقط ضد اللاعبي كرة القدم بالذات أو الرياضيين، إنه جزء من الانتهاكات المنظمة التي يمارسها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني كله. يعني الرياضة جزء من كما هي الثقافة، كما هي كل مناحي الحياة الأخرى لدى الفلسطينيين. فبدأنا منذ ذلك الحين نفكر برصد وتوثيق هذه الانتهاكات، ووجدنا أنها تندرج تحت ثلاثة بنود بالأساس. كانت في البداية خمسة ولكن أجملناها في ثلاثة. الأولى هي إعاقة حرية الحركة من وإلى وفي داخل فلسطين، سواء للفلسطينيين أو للزوار، ويندرج تحتها أيضا إعاقة وصول الشحنات الرياضية. المسألة الأخرى كانت إعاقة بناء المنشآت وحتى تدمير بعضها. المسألة الثالثة كانت الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، من اعتقال، من حتى قتل لبعض اللاعبين. وشهدتم وجود أندية إسرائيلية تمارس لعبة كرة القدم على أراضي فلسطينية مسروقة من أصحابها، أصحابها أحياء يرزقون وموجودون، الأراضي مسروقة منهم وتقام عليها تحت إدارة ورعاية الاتحاد الإسرائيلي نشاطات ذات علاقة بكرة القدم. هناك أموال يتلقاها الاتحاد الإسرائيلي من الفيفا تنصب في تطوير هذه المنشآت، وبذلك تعطيها سمة شرعية. طبعا مجمل هذه الحالات ذهبنا به إلى الفيفا منذ سنوات، يعني تقريبا 4 سنوات ونحن على هذه الحال. في كل سنة نقدم شكوانا للفيفا ويتم تأجيلها من عام إلى آخر، إلى أن تشكلت لجنة مراقبة. لجنة الرقابة في البداية ليست حديثة، يعني لجنة الرقابة أظن أن السيد سكسوالي الذي تولاها الآن هو ثاني شخص يتولى هذه المهمة. قبله عين كونغرس الفيفا رئيس الاتحاد القبرصي السيد كوستاكس ليتولى هذا الأمر، ولكنه بعد عام من محاولة إيجاد حلول قدم تقريره ومعه استقالته. نعم. لأنه أدرك أنه لا يمكن أن يصل إلى حلول مع الذي يحدث، مع الضغوط التي تحدث ومع محاولات التأجيل والتسويف التي تمارسها جهات تتدخل في شؤون الفيفا. طب كان في المرة الأخيرة على الأقل كان الاتحاد قريب من إحداث إنجاز معين، ماذا حدث؟ كان هناك ضغط دولي كبير جدا، ليس فقط من أصدقائنا ولكن من أشقتنا أيضا، الذين نصحوا بأن الوقت ليس مناسبا ولنحاول أن نعطي جهود الجهود الناس المراقبين واللجان التي تعين أن نعطيها فرصة. يعني نحن كان قرارنا جاهزا وذهبنا به إلى الفيفا، ولكن الجميع من غير استثناء نصحونا بأن لا نذهب للتصويت. لماذا؟ ظنوا أنه لن يكون في صالح كرة القدم، لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا. ففي النهاية نحن لا نستطيع أن نخرج عن إجماع الجميع، طالما الجميع لم يكن هناك استثناء واحد
يطلب منا غير ذلك، فأخذنا برأيهم، وبدلا من أن نسحب القرار قمنا بتعديله بأن بحيث تبقى المطالب التي قدمناها أصلا في مشروع القرار موجودة، ويتم تأجيل البند الذي له علاقة بالعقوبات بشرط أن تكون هناك لجنة رقابة تقوم بمراقبة الأمور ومجرياتها على الأرض، وتبحث في جميع العناصر التي قدمنا شكوى بشأنها، وهي مسألة الحركة، مسألة المنشآت، مسألة وجود الأندية المستوطنات بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية. يعني ما دامت اللجنة ستتولى هذه المسائل الثلاث، فكنا راضين بأن نعدل قرارنا بحيث تتولى الفيفا وكونغرس الفيفا أي عقوبات للطرف الذي يقوم الذي تجد اللجنة أنه مخطئ في هذه الأمور. نعم، وماذا حدث بعد ذلك؟ وماذا حدث بعد ذلك؟ الذي حدث أنه طبعا مجلس الفيفا من خلاله يتم إصدار القرارات، ولكن لا يحق له أن يصدر قرار بشأن مسألة من اختصاص الكونغرس إلا في الفترات ما بين كونغرس وآخر إذا صار هناك أمر طارئ. كان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها للكونغرس في شهر أكتوبر من السنة الماضية، كونه لم تقوم باتخاذ قرار، لم تنجز تقريرها في العام الأول. فمن العام الأول إلى الذي يليه، طبعا هاي فترة سنتين، هناك فراغ. فكان من المفترض أن تقدم تقريرها لمجلس الفيفا، كان ذلك في شهر 10 أكتوبر الماضي. طبعا رئيس اللجنة صرح أيامها وقال أننا نلعب في الشوط النهائي، يعني انتهت المباراة والمفترض في هذا الموعد أن نصل إلى قرار. طبعا الكل كان مفترض أن تصل اللجنة إلى قرار، فجأة يعني لا أعرف إن كان ذلك مفاجئا أم غير مفاجئ، لم يصدر أي قرار على المجلس، تم تأجيله. المجلس يعني أعتقد يتعرض للابتزاز من جهات كثيرة، ويعني واضح الإسرائيليون لا يخجلون من أن يصرحوا في الإعلام، يعني وبيانات رسمية صادرة من جهات حكومية. نعم، من رئيس الوزراء نفسه. نعم، رئيس الوزراء نفسه، أننا فرضنا يعني أن هذه معركة، وفرضنا حضورنا فيها، وفرضنا على الفيفا ماذا تفعل. أظن كلكم سمعتم وقرأتم في هآرتس البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية عندما طلب بشكل واضح وصريح من رئيس الفيفا أن يسحب القرار. رئيس الفيفا أخبره بأنه لا يمكن لرئيس الفيفا ولا المجلس، يعني هل تدخل مباشر؟ تدخل مباشر، يعني الفيفا قامت بتعليق اتحادات في الماضي، نيجيريا والكويت. نعم صحيح. إذا لماذا يحدث والعراق أيضا؟ والعراق لماذا لا يحدث نفس الشيء مع إسرائيل؟ والله يبدو أن إسرائيل هي الطفل المدلل لدى كثيرين، ويمكنها بطريقة الابتزاز أن تفرض إرادتها على العالم. يعني هي لم تتدخل في اتحادها فحسب، بل باتحاد تدخلت في الاتحاد الدولي برمته، وفرضت على الاتحاد الدولي أن يقوم بخطوة غير قانونية، وهي أن ينتزع لنفسه صلاحيات خاصة بالمؤتمر وهو الجهة الأوسع، ويتخذها لنفسه، وهذا برأينا مسألة غير قانونية. والآن ماذا سوف يحدث في المرة القادمة؟ يعني أظن هذه مسألة طويلة وستستغرق وقتا طويلا، يجب أن يكون لدينا صبر. ولكن هل سنعيد التجربة؟ يعني كما يقولون روما لم تبنى فيهم. نعم. وكذلك يعني مسألتنا لن تحل بين ليلة وضحاها. الآن الفهم أعمق وأوضح لما كان يجري. يعني لو لاحظت قبل سنتين جمهورنا والجمهور في الرياضي في الوطن العربي وفي إقليم لم يكن يفهم الأمور كما يفهمها الآن. اليوم الأمور أوضح. أوضح. يعني هناك خطوة للأمام مهما كانت صغيرة أفضل من خطوات للخلف. الأمور أوضح، وتوجد أيضا منابر أخرى. هل يتم استخدام منابر أخرى غير الفيفا؟ أكيد. نعم، يعني نحن سنذهب إلى محكمة الكاس لكي نشكل، يعني نطعن في شرعية ما قام به إنفانتينو في الكونغرس. ونظن أن شرعية قانون كرة القدم إلى جانبنا. السيدة سوزان شلبي، نائب رئيس اتحاد الفلسطيني لكرة القدم، شكرا لك. نعم. نادي الأمعري يعني من أقدم الأندية في فلسطين، تأسس 1953. شأن باقي المحافظات الوطن، يعني الرياضة كانت في السابق متنفس لمعظم أبناء سواء القرى أو المخيمات،
يعني كان فكرة دائما كان فكرة بناء النادي أو أي فريق كانت من نابع وطني، بحيث أنه كانت الأندية يعني كل كانوا يجمعوا فيها دائما المواطنين الشباب. يعني ما كانت فقط لأبناء المخيم، إنما لا 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 ما كانش فيش نادي في فلسطين في قرية أو مدينة أو مخيم بكون مقتصر على أبناء المخيم أو المدينة، لا يعني بلم دائما المجتمع الفلسطيني من كل المحافظات. كانت فكرة الأندية في السابق زي ما حكينا أنه دعم ومساندة وتأييد للحالة الوطنية الفلسطينية، ويمكن معظم الأندية كانت تنطلق منها نقطة الشرارة اللي كانت تواجه فيها الاحتلال، سواء من النواحي الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية. الحمد لله يعني إحنا الرياضة الفلسطينية كانت جزء لا يتجزأ من العمل الوطني الفلسطيني، كانت جزء مهم، ويمكن في بعض الأحيان كانت هي اللي تملك زمام المبادرة في معظم الأحداث اللي كانت على الساحة الفلسطينية. طيب المشاكل اللي بتواجه رياضي أو لاعب كرة القدم في المخيم وبرا المخيم؟ لا هي المشاكل ثابتة، مخيم ومدينة وقرية ومحافظة كله نفس المشكلة. يعني إحنا عندنا مشاكل كتير صعبة، عندنا يعني مشكلة في الإمكانيات، عندنا مشاكل في الإمكانيات بشكل عام للأندية، عندنا مشاكل في حرية التنقل للاعبين أو اللاعبين اللي بتستجلبهم الأندية سواء من قطاع غزة من المحافظات الجنوبية أو اللاعبين اللي موجودين هون. يعني كتير بيجيهم مثلا منع سفر، بكون لاعب مهم لاعب منتخب بده يسافر يمثل فلسطين مع المنتخب الوطني بيجي منع سفر، بتلاقي لاعب مثلا مميز في قطاع غزة بده يتم استدعائه للمنتخب الفلسطيني أيضا بيجي منع سفر من قبل الاحتلال. فهاي مشاكل كتير يعني بتواجهها الرياضة الفلسطينية. يعني اللاعب الفلسطيني حقيقة يعني بواجه في الفترة الحالية يعني صعوبات جمة، انه كيف يطلع يمثل فلسطين، كيف يجي يلعب كرة قدم. يعني انا اذا مثلا انا في نادي الأمعري عندي 5 لاعبين من المحافظات الجنوبية من قطاع غزة، انا عندي صعوبات اذا بدي اطلع العب في بيت لحم او في الخليل، عندي مشكلة في الحواجز في حرية التنقل. يعني مزبوط حكيت انه في مشاكل لكل اللاعب الفلسطينية، بس حكيت كمان عن مشاكل اللي بتواجه اللاعبين من غزة، تعال نحكي شوي عليهم. لاعبة غزة يعني معظمهم موجودين في ارض الوطن في المحافظات الشمالية، الاحتلال يرفض انه يعطيهم تغيير عنوان ويرفض انه يعطيهم تسريح مكوث بحيث انه تكون حركته اسهل يقدر يتحرك. طبعا هاي من سلسله الهجمات اللي بتواجه الاتحاد الفلسطيني واللي بتصدى لها يعني سياده اللواء جبريل رجوب بشراسه وبضراوه. انا زي ما يعني ما حكيت، انا بصفي كمدير فني او كنادي عندي مشكله، بس بدي اجي اطلع عندي مباراه في بيت لحم او في الخليل بدي اطلع بخاف اللاعب يمسكوه على الحاجز يرحلوه على غزه. فأنا دائماً عايش في توتر، عايش في قلق كنادي أو كاتحاد أو كمنظومة رياضية. إحنا يعني اللاعب أقصى طموحاته أنه يلعب في جو في هدوء استقرار ما فيش فيه مشاكل وفي بلده وبدون مضايقات. يعني أكيد راح يبدع وراح ينجز. يعني إحنا في فلسطين عنا لاعبين مميزين، إحنا في فلسطين أبدعنا رغم كل المعاناة ورغم كل الظروف. إحنا في فلسطين عنا لاعبين لعبت في الدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية ولعبوا في أندية مهمة في الدوري السعودي، إحنا عنا لعبوا في الدوري المصري في النادي الأهلي في الإسماعيلي، الدوري المصري يعني دوري قوي، لعبوا في الدوري الأردني، لاعب كتير بديش أذكر أسماء وأنسى أسماء عشان ما حدا يزعل مني. عندنا لعيبة بيلعبوا في تشيلي، عندنا لعيبة بيلعبوا في السويد. يعني احنا الفلسطينية احنا مبدعين، احنا حابين نلعب حابين نعيش،
ومش حابين حدا يضايق علينا الخناق ولا نضايق الخناق حدا. يعني انا قبل فتره بسالني صحفي اجنبي بيقول لي انتوا كيف بتلعبوا، قلت له انا بدي اتحدى اسرائيل، لو نعكس الايه احنا محتلين اسرائيل، الاسرائيليين بيقدروا يلعبوا كره قدم؟ بيقدروا يعيشوا في اجواء زي هاي فيها حروب وفيها تضييق وفيها تسكير وفيها وفيها وفيها، بيقدروا يلعبوا كره قدم؟ بيقدروا يبدعوا زي هيك؟ انت نفسك كنت لاعب كره قدم وصرت مدير فني، احكي لنا عن هاي السيرورة، كمان كنت انت بغزة وجيت لهون، احكي لنا اكثر عن هاي السيرورة. يعني انا كنت بلعب في نادي شباب رفح في غزة، كنت من وانا صغير لحد ما وصلت كابتن الفريق، لعبت في منتخب فلسطين ايضا وكنت كابتن منتخب فلسطين. الحمد لله يعني مسيرتي انا زي اي لاعب، كانت واجهها صعوبات كثير في انتفاضة 2000 وفي الانتفاضة الانتفاضة الأقصى كمان اللي صار، كانت كثير صعبة علينا، توقف النشاط فيها أكثر من مرة، انتهى يعني انتهى فيها أجيال رياضية كانوا لاعبين مميزين. الحمد لله أنا يعني الآن خلصت كرة قدم، الموسم هذا كان إلى آخر موسم، الآن أنا مدير فني للأمعري، طبعا هاي مهمة جديدة، بأمل إن شاء الله يعني زي ما كنت لاعب مميز ولاعب ملتزم إني أقدر أكون مدير فني، بحيث إني أواصل الرسالة. وإحنا عنا في فلسطين يعني بدنا كوادر، بتنقصنا هاي الكوادر الفنية والإدارية. أنا شايفي كمان في أطفال يعني فبيشتغلوا على الجيل الصغير. طبعا إحنا عنا أكاديمية اسمها الأكاديمية البولندية الفلسطينية، بتعاون مع السفارة البولندية في رام الله في فلسطين، وعندنا هي مدرسة خطوات كمان، يعني عندنا لاعبين، عندنا فريق أول، عندنا فريق شباب، عندنا ناشئين، عندنا أكاديميات. احنا حابين يعني نواصل مسيرة العطاء ونبعث رسالة للعالم كله انه احنا شعب حي، شعب بده يعيش، بده يلعب كرة قدم، ما فيش بيننا وبين العالم كله إلا التواصل والمحبة. إن شاء الله نستطيع في القادم الأيام إنه نضع الرياضة الفلسطينية على سلم أولويات العالم كله إن شاء الله. السيد إيهاب أبو جزر المدير الفني لنادي الأمعري، شكرا لك. شكرا إليك ولتلفزيون العربي وللسادة المشاهدين. فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد، نواصل هذه الحلقة والتي نناقش بها أهم التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية، ونستضيف معنا السيد عبد المجيد حجي أمين عام اللجنة الأولمبية الفلسطينية للحديث أكثر عن ما يعاني منه الرياضيون الفلسطينيون. أهلا بك. أهلا بكم في مقر اللجنة الأولمبية وبفضائيتكم، وأهلا وسهلا بكم. أهم وأبرز المشاكل والتحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية بشكل عام. دعيني أقول بأنه رسالتنا في الرياضة الفلسطينية هي رسالة شعب، رسالة إنسان، رسالة حرية، رسالة كرامة، ومن ثم فإن أبرز ما نواجهه في هذه الرياضة الفلسطينية هو هذا الاحتلال الذي يحاول قلع وقتل كل ما هو إنساني، ما هو حيوي، ما يدل على قيم السلام، قيم الاحترام. من هون أقول بأنه الرياضة الفلسطينية على مدار 8 سنوات من خلال قيادة الأخ اللواء جبرين الجوبلي، دفة الرياضة الفلسطينية سواء على صعيد اللجنة الأولمبية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وهي تناضل من أجل أن تكتسب أو أن تحصل على حقوق إسوة بكل الحركات الرياضية في العالم، واستنادا إلى الميثاق الأولمبي واستنادا إلى المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان والأنظمة والقوانين الرياضية الدولية. ومن هنا أنا أقول بأنه نعاني ما نعانيه على صعيد حرية الحركة، بالتالي هناك لا يكاد يكتمل أي فريق لدينا أو أي منتخب لدينا على صعيد اكتمال عناصره وأركانه، من خلال منع التنقل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ما بين التنقل من داخل فلسطين وإلى خارج فلسطين، هذا على صعيد المختصر في حرية الحركة وحتى أيضا
الحواجز القاتلة التي يزرعها الاحتلال في كل ربوع الوطن، ومن ثم أيضا هناك إعاقات شاملة لمنع حرية الحركة ما بين فلسطين وإلى خارج فلسطين، أو بالعكس على صعيد الفرق والمنتخبات والمحاضرين والمساعدات التي تأتي إلى فلسطين أيضا نعاني فيها، وأيضا على صعيد المنشآت الرياضية منعنا وإخضاعنا لشروط أمنية لا يعني ترتقي إلى القيم الإنسانية ولا حتى إلى الالتزامات العضوية التي يرتبط فيها الاتحاد الإسرائيلي ودولة إسرائيل في المنظومة الرياضية الدولية. وبالتالي أحيانا عمود الكهرباء الذي يكون يجب أن يكون في الملعب وفق مواصفات دولية معينة يحدد لك الاحتلال بأنه هذا القائم مفترض ألا يزيد عن 10 متر في اللحظة الذي يكون هو معيار الدولي 25 متر. مما يشكل خطر على حياة اللاعبين أحيانا. بكل تأكيد هو لا يريد يعني أكثر من الخطر، هو يريد إفشالك بالأساس وعدم وجود هذه المنشأة بالمعايير الدولية حتى يمنع وجود أو الحراك الدولي الرسمي باتجاه أن يكون في فلسطين أو بتكون اكتمال فلسطين على صعيد عضويتها الكاملة في المنظومة الدولية الرياضية. طيب كيف يمكن مجابهة هذه التحديات والانتهاكات؟ أعتقد بأنه إحنا يعني صعيد مجابهتنا في هذا المجال أنه أولا نثق بأنفسنا وبإرادة شعبنا وبإرادة الأسرة الرياضية على أنها صامدة تستمد صمودها من عدالة رسالتها وحقها في أنها تقوم بهذا الجانب. الجانب الآخر أننا نرتكن إلى القوانين واللوائح الدولية والميثاق الأولمبي وقوانين حقوق الإنسان التي تحمينا أو التي تعطينا الحق بأن نواجه هذا الاحتلال. بالإضافة لذلك أنه أعتقد بأنه على مدار 5 سنوات ومعركة الاتحاد الفلسطيني بشكل خاص على صعيد اتحاد كرة القدم قائمة في الاتحاد الدولي في الفيفا وعلى مستوى الاتحاد الآسيوي وكل الاتحادات الدولية تعرف وتعلم وتخوض المعركة ولو كانت بنسب محددة معنا في سبيل رفع المعانيات الإسرائيلية ومعانياتنا من قبل الاحتلال عن الرياضة الفلسطينية. جانب آخر أنا يعني أقول بأن الرياضة الفلسطينية في كافة الاتحادات الأخرى تعاني مثلما تعاني الاتحاد كرة القدم، وسبق وأن قلت بأنه لا يكاد أي فريق أو أي منتخب لدينا من الاكتمال بسبب المنع بسبب عدم إصدار التصاريح. غزة لا يكاد أن يخرج منها أحدا، على سبيل المثال البعثة مشاركتنا في أذربيجان في باكو كان مقرر للبعثة أن يكون 105 أعضاء بمشاركين في هذه البعثة ب 14 لعبة، أعتقد بأنه منع أكثر من 25 لاعب وإداري من قطاع غزة أن يكونوا، مما شكل ضربة لمعظم المنتخبات والمشاركين الذين ذهبوا إلى باكو. طب هل توجهتم لجهات دولية لمساندتكم مثلا؟ بالتأكيد أعتقد أنه إحنا على تواصل دائم مع اللجنة الأولمبية الدولية وعلى تواصل مع الاتحادات الدولية اللي اتحاداتنا أيضا الوطنية هي ذات علاقة فيها بكل هذه الممارسات. وأعتقد أنه الرسالة الفلسطينية باتت واضحة ومعلنة للجميع، وأعتقد أنه رائحة الممارسات الكيان الإسرائيلي بفاشيتها وعنصريتها باتت أيضا تسكم الأنوف على صعيد الاتحادات الدولية وعلى صعيد اللجنة الأولمبية الدولية. ولكن أيضا إحنا ننظر بإرادة وبإصرار على أننا سنصل إلى حقنا المشروع في أن يكون لنا كيانا وطنيا رياضيا مستقلا قائما بذاته وعضو كامل العضوية في كل الاتحادات الدولية، وأن يلتزم الاتحاد الإسرائيلي والمنظومة الرياضية الإسرائيلية ودولة إسرائيل تلتزم بالقوانين الدولية أو أن تطرد إلى خارج منظومة الاتحادات الدولية أو المنظومة الرياضية. الرياضيون هم جزء من الشعب الفلسطيني، هناك الشهيد الأسير والجريح. هل لك أن تعطينا إحصائيات أو أرقام حول الرياضيون الشهداء أو الأسرى أو الجرحى؟ يعني في هذا الجانب أعتقد بأنه مثل ما أكدت بأنه الرياضيين هم شريحة أساسية في شعبنا الفلسطيني وفي الشعب الفلسطيني. أعتقد بأنه
لم يخرج الرياضيين عن هذه الدائرة، ولعل الأحداث المتوالية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على صعيد منع بعض المباريات وبالتالي إلقاء الغاز وبالتالي اقتحام الملاعب لم تقف على هذا الحد، ولكن لدينا العديد من الشهداء الرياضيين في قطاع غزة. كان لدينا على الأقل يعني خلال الحرب الأخيرة هذه أكثر من 24 شهيد باستثناء الجرحى والمصابين وإلى آخره. على صعيد الحركة الرياضية الفلسطينية عشرات الشهداء، عشرات المعتقلين سواء الذين خرجوا من السجون أو لا زالوا قيد ورهن الاعتقال، ومنهم حارس منتخب الأولمبي الفلسطيني لا زال في قيد الاعتقال. أعتقد بأنه الحركة الرياضية والأسرة الرياضية جزء أصيل، ولكن هي أيضا تتعرض بنفس هذه المعانيات ونفس هذا العصف الإسرائيلي المجرم وبطريقة فاشية ونازية الذي لا يراعي إلا ولا ذمة. السيد عبد المجيد حج أمين عام اللجنة الأولمبية الفلسطينية، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من هنا فلسطين، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل. We'll be right back.